مرحبا بك في العالم المثير لإنتاج الرموز في بلوكشين تون تيليجرام. في هذا العصر الجديد للأحداث ظهرت وحدة البرمجة المتكاملة Double Digital Gene التي تقترح استخدام قوة العالم الافتراضي مع تكنولوجيا ويب 3 للتطور الشخصي وتحسين جودة الحياة. لمن هذا الأمر مطلوب؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه الرموز؟ قد تسأل. هي لأولئك الذين يسعون إلى نوعية حياة أفضل، هي مطلوبة من قبل أولئك الذين يتوقون إلى العلاقات المعنوية والتفاعل الفعال مع جمهورهم المستهدف. هذه العملات مخصصة للذين يبحثون عن طرق مبتكرة لكسب الدخل وزيادة الربحية، وهي مخصصة لأولئك الذين يقدرون الأمن المعلوماتي ويسعون لتعزيز وجودهم في العالم التجاري. بعد إصدار الرمز سنواصل هذا الحوار. لإنشاء رمز تون تيليجرام ستحتاج إلى عنوان محفظة وعنوان بريد إلكتروني موثوق. هذه عملية سحرية تتضمن العديد من المفاجآت المشفرة، لذا دعنا نبدأ. ندخل إلى الموقع digento.ro، الرابط إليه حيكون في الوصف تحت الفيديو. نضغط على خلق رمز، نملأ جميع الحقول. إذا لم يظهر لك رمز الدعوة لسبب ما، نكتب رقم شركتنا 50 يدين لعر واركاني نواسيم. ندخل البريد الإلكتروني ونؤكد التسجيل. مبروك، لقد أتممنا التسجيل بنجاح. نقوم بالضغط على إنشاء رمز إنتاج الصورة الرمزية. نختار اسما للرمز، الرمز العدد وشبكة الإصدار. نقوم بإدخال وصف الرمز، يمكنك أن تروي عنه أو تضيف روابط إلى شبكاتك الاجتماعية. نحمل شعار الرمز. من الأهمية يجب أن تكون الصورة بحجم حتى 1 ميجا بايت وتكون بتنسيق مربع. أدخل محفظتنا في شبكة تون أدناه واضغط على إنشاء رمز. نختار طريقة الدفع كريبتو كارنسي. سنقوم بدفع USDT TRC 20. أدخل بريدك الإلكتروني الذي قمت بتحديده أثناء التسجيل واضغط على متابعة. يجب إرسال USDT TRC 20 بقيمة 25.36 دولار تقريبا إلى العنوان المحدد للمحفظة، مع الأخذ في الاعتبار رسوم الغاز. أو يمكنك اختيار عرض الرمز الشريطي QR ومن خلاله بمسحه على هاتفك الذكي يمكنك الدفع. بعد الإرسال الناجح للأموال ستظهر لك نقاط متوهجة والتي تعتبر إشارة على الدفع الناجح. كل ما عليك فعله هو الانتظار لبعض الوقت حتى يتم الكل بنجاح. بعد ذلك نعود إلى المتجر ويظهر لنا أن الرمز الذي أنشأناه سابقاً جاهز للإنشاء. كل ما تحتاجه هو الضغط على الزر الأخضر مع اسمه المختصر. كما نرى تم بدء المرحلة النهائية لإنشاء الرمز. نحن بحاجة فقط للانتظار بضع دقائق. مبروك، تم إنشاء رمزنا بنجاح. يمكننا أيضاً تتبع معاملات الرمز على البلوكتشين. في التاب History تعرف على كل تراك بالتفصيل، التاريخ، الوقت، الهاش. نعود إلى الصفحة الرئيسية بالضغط على الرموز. شارك هذا الفيديو، أعجب بي، وبالطبع أترك تعليقاتك. جميع الروابط المفيدة هتكون في الوصف تحت الفيديو. أصبح جزءا من نظام العملات المشفرة في أقرب وقت ممكن. لا تفوت فرصة النجاح في إصدار الرموز الخاصة بك.